بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، فنزولا عند طلب شيخنا ومعلمتنا فضيلة الشيخ سيد عمر القزبري حفظه الله ونفعه ونفع به، فأتقدم بين أيديكم بهذه الكلمة المتواضعة. فهو الشيخ حفظه الله أحسن بنا الظن، ونسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا، فعدنا من سلسلة الأساتذة والدكاترة والمشايخ والأئمة الذين يسألون عن برنامجهم اليومي، فهم لذلك أهل حتى يعني ينتفع الناس ببرامجهم اليومية. لكن عبد ربه الضعيف فيعني لا يستطيع أن يتشبع بما لم يعطى، وبالإضافة أن واقع الحال يفرض علينا أن نخاف من قول الله عز وجل: والذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. فيتمحور كلامي بعجالة إن شاء الله تعالى حول ما ينبغي أن يكون عليه يومنا، يعني كأنها نصيحة أسديها لنفسي على الملأ، عسى إن وجد في المستمعين من هو على نفس درجة كسلي أن نتعاون على هذا الخير إن شاء الله تعالى. فلا أخفيكم سرا، فما كنت أعده لهذا الشهر الفضيل شهر رمضان قبل أن ينزل هذا الابتلاء العام للسكان أهل الأرض جميعا، هو أن أعتزل جميع الأنشطة الدعوية التي كنت عليها خلال السنة، وأتفرغ لشيء من صيانة هذا القلب الذي تتهاطل عليه الفتن من كل حدب وصوب. لكن كما أثر عن بعض السلف أنه لما سئل بما يعرف الله قال: يعرف الله بنقض العزائم. فالعبد يكون قد عزم على شيء ليفعله فينقض بأمر الله سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها الله. فإذا بي أجد نفسي، والحال لا يخفى عليكم، يعني تقريبا مرغما على إعطاء مداخلة عبر بث مباشر سواء مفتوح أو في دائرة مغلقة بشكل شبه يومي، يعني لا حدود الساعة، فتقريبا المداخلات تكون يومية، لكن نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل ينفعنا وأن ينفعنا بها وأن ينفع بنا. فتغير البرنامج كله، وما كان معدا لإصلاح الذات صار موجها نحو إصلاح الناس، ونطمع في أن يصلحنا الناس بإصلاحنا لعباده، نطمع في أن يصلحنا ربنا سبحانه وتعالى بسعينا في إصلاح عباده، بالإضافة إلى أن البرنامج يعني قد في الأيام العادية قد في رمضان يعني في الرمضان العادية قد يجد الإنسان يعني مسلكا متنفسا بفراره من تبعات البيت والمساعدة مع الزوجة في تربية الأولاد وكذا، قد يجد الرجل يعني مسلكا ومفرا في بيت الله سبحانه وتعالى فينقطع فيه. أما والحال على ما لا يخفى عليكم، فنحن الآن يعني لا مفر من البيت إلا إليه، فيكون هناك يعني شيء من يعني من 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 إزعاج على مستوى البرنامج الشخصي بأن فرض عليه برنامج آخر وهو برنامج الأطفال مع التعليم عن بعد إلى غير ذلك، ثم أننا نحن كأساتذة يعني مكلفون في نفس الوقت بتدريس أبناء المسلمين عن بعد، فهذا من الأمور التي قد
تأكل من يوم المسلم في رمضان. فلذلك ما أنصح به نفسي هو أن يحرص العبد على كتاب ربه عز وجل، يعني وقتما، لا أقول وقتما وجدت وقتا، لكن حاول واجتهد في أن تخصص له وقتا. فإن غلبت على وقت محدد في اليوم فاجعل هدفك أن لا يخلو يومك وليلتك من تلاوة للقرآن الكريم. يعني قد يصعب أن يلتزم، يعني يتكلم عن شخص الذي هو في مثل وضعيتي، قد يصعب أن يلتزم الشخص بوقت معين لمجموعة من الاعتبارات لا يتسع المقام لذكرها، لكن على الأقل في 24 ساعة هدفك من تلاوة القرآن الكريم، سواء من حيث عدد الآيات التي تريد أن تتدبرها، أو عدد الصور التي تريد أن تقرأها، أو عدد الأحزاب التي تريد أن تختمها، فلا ينصرم يومك إلا وقد قرأتها. فقد تغلب على بداية اليوم فتلحقها في آخره، وقد تغلب على آخره فتلحقها في الليل، إلى غير ذلك. فعلى الأقل هذا الأمر. المسألة الأخرى، اجعل كل طاعاتك في اليوم من أذكار، من صلاة، من تلاوة قرآن، من مساعدة لأهل البيت، سواء كنت رجلا تساعد زوجتك، أو كنت امرأة تساعدين زوجك، أو قيامك على الأولاد، فاجعل هذا كله، حاول أن تجعله يعني يصب في وعاء واحد، وهو تحقيق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فكما أن الدعاء أهم ركن فيه هو الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكذلك اجعل عباداتك كلها، اجعل عباداتك كلها تصب في هذا المنح، بحيث تكون عباداتك كلها ممتلئة، ويعني تكون عباداتك كلها تكون ممتلئة بهذا المبدأ، وهو مبدأ الانكسار بين يدي الله عز وجل. ولا غرابة في هذا، فآيات الصيام من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قول الله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فكلها آيات الصيام، ما بين أعمال النهار وما بين أعمال الليل، تتوسط هذه الآيات، يتوسطها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فآية الدعاء توسطت أعمال النهار وأعمال الليل، ف الدعاء هنا مركزي في رمضان على وجه الخصوص. والانكسار بين يدي الله عز وجل، ومراقبة مقام الله سبحانه وتعالى، وخوفه وخشيته ومحبته والرجاء فيه، هذه كلها معاني يجب أن يكون عمل رمضان كله يصب في هذا الاتجاه، حتى يخرج العبد منه إن شاء الله تعالى فائزا. فيعني كما ذكرت حتى أختم كلمتي هذه، فالقضية قضية القرآن الكريم، تحافظ عليه، يعني اجعل هدفك على مستوى يتسع له اليوم، ولا تحدد في وقت معين، فقد تغلب بنوم، قد تغلب باتصال، قد تغلب بأعمال الأطفال، قد تغلب بأمور من هذا القبيل، فاجعل هدفك أن تحققه في يومك كله. ثم قضية محاولة يعني تحقيق جانب الذل والانطراح والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن استطاع العبد عند ذلك أن يقيم حلقة للقرآن الكريم مع أولاده في بيته فهذا طبعا أفضل وأكمل، إن استطاع أن يتعدى التلاوة إلى التدبر فهذا هو الأسماء والأرقى والأنقى لقلبه والأصفى له، وعلى قدر الزيادة في الخير يكون العطاء من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء والوباء عاجلا غير آجل، وكما نتوجه إليه سبحانه وتعالى
بأن يعيد جمعنا بأحبتنا وأن يوفقنا بفضله للخروج من رمضان بشهادة الامتياز، ألا وهي قوله تعالى لعلكم تتقون. فجعلنا الله وإياكم من المتقين. هذا وأعذروا هذه الكلمة المتواضعة، فهذا جهد المقل، وفقط إنما هو بعد ستر الله سبحانه وتعالى على عيوبنا، إنما هو حسن ظن شيخنا سيد عمر بنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.